هاخد حضرتك تاني لدراما رمضان، وكان مسلسل خالد نور وولده نور من المسلسلات اللي بدأت قوية جدا بكوميديا عالية جدا، لكن في النص كده الحبكة راحت منهم. في حاجة غلطة يعني غريبة، يمكن الفرضية اللي اتبنى عليها المسلسل اللي احنا كنا قاعدين مستنينها تطلع في حتة تانية، وطلعت في منطقة تالتة خالص غير اللي كان المشاهد متوقعها ومستني من عمل حلو زي ده. ضحكنا معاهم كتير قوي في مشاهد كتير، وفي نفس الوقت في أدوار كانت كده محطوطة، معرفش زي ميكا مثلا، أنا مش فاهمة هو كان محطوط ليه. هل محطوط عشان يبين لنا إن في، أنا بقيت مستغربة إن في حد بيتكلم باللغة دي يعني، هو وبقيت أسأل والله يعني يا جماعة حد بيتكلم بالطريقة دي بين الشباب؟ قالوا لي آه ده عاوز كتاب يعني، فانا يعني رؤية كتاب ترجمة يعني ترجمة طبعا يعني يقول لك الجرار الحقيقة مش ولا كلمة حافظها على مشاهد لا يعني. ده في ده المشهد اللي قاعد يقول له انا جاي لك ايه شهادة وتحكيم، ده مشهد يعني من المشاهد اللي هو انا قعدت اسمعه اكتر من مرة عشان افهم هو عايز يقول ايه يعني. مش فاهمة بصراحة الشخصية كانت موجودة مش فاهمة الشخصية كانت موجودة ليه ورؤية حضرتك لخالد نور. بص حضرتك، هو المسلسل طبعا الناس كانت متوقعة مسلسل بومينج أو مسلسل قوي جدا بأسماء الشخصيات الموجودة فيه، يعني شيكو وكريم محمد عبد العزيز الاتنين يشيلوا أي عمل بمنتهى القوة ولوحدهم، بالإضافة طبعا لآية سماحة أو دينا ماهر معاهم. هنلاقي إن المسلسل الناس كانت متخيلة بقى ان حاجة هتطلع قوية جدا. طبعا مسلسل فكرة متاخدة قبل كده او قديمة من مسلسل اجنبي يعني، وهم حاولوا يعملوها بالتصور المصري. الناس كانت متخيلة ابتدت تتوه في الاحداث لما الموضوع طول، والناس بقت مش عارفة راحة فين، وكل واحد متوقع حاجة لا حاجة تالتة خالص زي ما حضرتك بتقولي. فانا رأيي كان المسلسل ده ينفع فيلم او ينفع سبعية، لو قلنا سبعية، لان حتى لما عملوا 15 حلقة الموضوع فرط منهم. يعني هنلاقي 3 4 حلقات في الأول هو بيدور على باباه وباباه مش متأكد، من 4 حلقات ممكن تختصرهم في حلقة واحدة. فبالتالي الموضوع طول، فخرجنا من الإطار بتاعه، رغم إن احنا كنا متخيلين كوميديا أقوى من كده وبالأسماء اللي موجودة. شفت دور كريم محمود عبد العزيز إزاي؟ لأن توجه ليه نقد بإنه كان بيقلد والده صح. بشكل كبير جدا. صح صح، هو كريم فعلا في الدور ده، وده انا استغربته لان هو ابتدى يترسم الشخصيه بالنسبه له، الورق برده مش مساعده ان هو هيبقى اب، واب لشخص كبير زي خالد او زي شيكو. فبالتالي ابتدى يتخيل نفسه اب خمسيناتي مش اب تلاتيناتي. فاب خمسيناتي ابتدى يرجع لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، متقمص فعلا شخصيته بادواره. حضرتك شفت ده راكب على ده لا ارادي، وشفته راكب على الدور يعني مأديه بشكل حلو، فمش فارقه هو بيقلد والده او لا. لا، هو لو كان الموضوع بانسيابيه اكتر من كده ما تقمص شخصيه والده وعاش الدور عادي جدا خالص ان هو اب لطفل صغير مش اب لطفل كبير، كان الموضوع هيبقى اكتر بس من كده. في العموم يا فندم يعني في اكتر من فنان موجود على الساحه بيقول ان هو بيقلد والده، احنا ممكن نسميها متأثر بوالده، لان الحقيقه في الطبيعي بنشوفهم حتى في حوارات او غيره هو طبيعته كده يعني، هو بيتكلم كده فعلا مش ذنبه زي ما بيقول. بس اقول لك على حاجه، هو لو تبص على الفيلم مثلا من اجل زيكو هو ما كانش كده يعني، ده حقيقي، فما كانش كده خالص، هو تأثر في الشخصيه دي في الفيلم ده، والافلام اللي قبل كده بتاعته اللي عملها الادوار قبل كده برده ما كانش واخد من اجل زيكو تقمر. اعتقد ما كانش غالب عليه حته الكوميديا الصريحه باستمرار، بس كان اب، فكان مختلف في الموضوع. بس كان اب، كان طالع اب وزوج مطحون وبيقاسي وراكب عربية دفن موتى مش بيها. كريم محمود عبد العزيز يعني من وجهة نظري الشخصية كمتابعة ليه يعني انه بيمتلك مهارات عالية جدا، لسه لحد دلوقتي ما جالوش ورق يبين مهاراته. كريم صح؟ كريم عنده قدرات فعلا، ممكن يبقى عنده مشكلتين. المشكلة الأولانية الكاركتر بتاع وشه أو الفيس نفسه، تحس إن هو بيبي فيس زي مثلا الفنان حمادة هلال كده، اللي هو لازم يربي دقنه علشان يبان انا كبير. حمادة هلال لو حلق دقنه هتحس ان هو لا انا برضه بيبي فيس زي كده، لو الحلقه ده تعمل طفل في اعدادي. فنفس القصه حمادة هلال وكريم الوش بتاعهم موديهم في سكه ثانيه. طب ما محمد هنيدي نفس الفكره برضه، ما هو محمد هنيدي بيخرج بقى، حاول يخرج من الادوار دي يعني بطريقه ما، حتى لما عمل نبيل دكتور التجميل والمفروض ان هو حاجه كبيره مثلا ولا حاجه، ملامح وشه كبيره يعني ابتدى فيها الكبر علامات السن والكلام ده كله،
ومع كده هو عامل شاب صغير. بس هو حتى لم متمسك بفكرة السن يعني الشاب صغير، هل ده لملامح وشه وطول قصر القامة وزي ممكن القصر القامة أو الحجم بتاع الجسم هو اللي ممكن يكون عامل كده، لكن هو لو بصيت لملامح وشه من قريب هتلاقي لا ابتدى في علامات الكبر تبقى تظهر فيها، فلازم يحاول يخرج من الدور ده. كريم مشكلته التانية إن هو زي ما بنقول بيتأثر بوالده أحيانا، طبعا ده مش عيب، ما احنا برضو لو بصينا للفنان محمد عادل امام هتلاقيه برضو في لقطات كتير جدا عادل امام هو صغير جدا بالظبط، يعني حتى في مشاهد كمان بتتقال انها متاخده من حاجات شبيهه اللي عملها الزعيم يعني. بالظبط، هتلاقي البصه الغمزه المشيه حتى هو بس انا بحسها شخصيا انها مش مفتعله، لا هي مش مفتعلة وتحس ان هو وراثة او هو تأثر جينات بجينات. طب شفت كزبرة ازاي على الدغري كده؟ بصي كزبرة خلينا نقول ان هو يعني الشخصيات زي كزبرة او غيره من الناس بتوع المغنين مهرجانات فرضوا نفسهم على الساحة بمزاجنا او مش بمزاجنا، اختلاف الثقافات واختلاف الاجيال اللي حصلت خلتهم موجودين، فبالتالي بقى جزء مؤثر في المجتمع. قنواتهم أو أغانيهم ليها متابعين كتير جدا، فبقى شخصية موجودة في المجتمع مش هنقدر نتجنبه، لكن احنا هنقدر نقول ان الراجل ده موجود بس احنا جماعة عايزين ما نعممش الشكل ده أو عايزين نعالج الشخصية دي. هل يكون مثلا كظاهرة؟ احنا بنشوف حاجات كتير بتطلع ظاهرة شوية كده ومش بتنور خلاص تختفي. بص هو كظاهرة، بس هي الفكرة كلها هم طلعوا كظاهرة والناس كلها قالت هي كظاهرة، لكن المشكلة مستمرة لحد دلوقتي. مستمرين بقالنا مثلا بتاع 10 سنين في موضوع المهرجانات والموضوع مستمر. ما لا انا بتكلم هنا عن بطل المهرجانات في مسلسل. بطل المهرجانات في مسلسل اعتقد انها هتبقى ظاهرة، لان هي هو استغلال لنجاح الكزبرة، استغلال للشخصية بتاعته في اللي طلع بيها، فده استغلال ليها. انا حتى الان بتلخبط في نطق اسمه يعني كزبرة مش جايبة معايا، ما اعرفش بقولها كزبرة برضه. شفت واحنا معانا الافيش بتاع كوبرا لنجم محمد عادل امام، شفت اداء محمد عادل امام ومنافسته السنة دي في الدراما الرمضانية ازاي؟ هو اعتقد ان هو اتظلم في المسلسل ده، هو اجتهد فيه وعمل فيه دور كويس، بس هو عرض المسلسل في النص الثاني من رمضان غالبا الفوكس كله بيبقى في النص الاولاني، التركيز ليه ما خالد نور وولد نور كان في الجزء الثاني وتابعناه واتصدمنا معاه. ما هو عشان الناس كانت مستنيه شيكو بعد هشام ماجد باعتبار ان هم ثنائي مع بعض، وهم حتى هشام ماجد نفسه كان عامل دعايه للمسلسل هو ايه انا بيسخن يعني ده سلم وسلم. فهو كانه بيشجعوا بعض. طب بتشوف الفيديوهات اللي بتتعمل على السوشيال ميديا لمشاهد من العمل الكوميدي زي الفكره بتاعت على الدغري انا تعبان على الدغري 10,000 اللي معايا، يعني حتى محمد عادل امام عمل على التيك توك نفس المشهد غير فنانين كتير غير ناس كتير، تشوف ان ده بيخدم العمل بيخدم شخصية زي كزبرة في الحقيقة ولا بيبقى يعني برضو إفيه هياخد وقته وبعد كده يموت؟ حتى لو خد وقته ومات هو خدمه في الفترة الحالية اللي هو فيها، لأن دلوقتي الناس كلها هتبدأ تدور على كزبرة أو تبدأ تدور على الإفيه، وهيبدأ يدوروا على المسلسل زي ما قلت المسلسل اتظلم ومحمد عادل إمام اتظلم في النص التاني، فالناس هتبدأ تدور عليه دلوقتي، هتلاقي الناس بتتفرج عشان ما شافوش كويس بالظبط الناس تبدأ تدور عليه. فهي دي الفكره دلوقتي ان هو الإفيه موجود وهي كانت ظاهره موجوده خدمت المسلسل في وقتها، بس هتكمل معاها فتره لحد ما تنتهي بعد يعني كده. ممكن ما نلاقيش كزبره زي مثلا محمد سعد لما ظهر في الناظر بشخصيه الليمبي وبعد كده اعداد من الليمبي والشخصيه الليمبي يعني دخل فيها محمد سعد لدرجه ان هو يعني فقد جزء كبير من كاريزمته ونجاحه كفنان كان بيشهد له في مازال النيل يجري انه هينطلق انطلاقه جميله ومميزه. هي الفكرة كلها المنتجين هياخدوا القصة دي في الحتة دي ولا لا، اعتقد ان هي ممكن تروح لكزبرة في الفترة اللي جاية، نلاقي كزبرة في افلام وميكا توقعوا برضه وميكا توقعوا في افلام، فهنلاقيهم في فترة من فترة افلام، بس هتقعد كام سنة، سنة اتنين والموضوع هيختفي، لان محمد سعد نفسه ما قدرش يستمر، مع رغم ان هو اصلا محمد سعد بقى دارس سينما وراجل عمل مثلا فيلم الكنز عمل فيه متمكن جدا متمكن، لكن هي شخصيه الليمبي حتى لما خرج بيها وحاول يعمل شخصيه ثانيه راح برضه للحركات الجسديه، اللي هو حتى لما راح لبوحه لما راح لكتكوت راح
لأي حاجة 8 عملها. جيجا فكل الكلام ده راح في السكة اللي هو حاصل نفسه برضو في الإفيهات اللي بيقولها. الضحك بالأداء بالظبط، السخرية منه، السخرية بالأداء والضحك بالإفيهات اللي هو مش هتستمر، أصل الإفيه هيقعد معاك شهر اتنين تلاتة سنة وموضوع هيموت. فهو ده هيستغلوه، هنستغل يعني احنا دايما بندور على العنصر الناجح نكمل بيه على طول، يعني بنستسهل. وهناخد ميكا وهناخد كزبره نشتغل عليه، زي ما كان دايما الفنان غسان مطر يقول لك هو حصروني في ادوار الشر. ايوه فحصروا ادوار فنان كامل ابو ريا في ادوار الشر. محمد سعد رغم ان احنا زي ما بنتكلم كده شخصيه محمد سعد لو كان ككوميدي بقى ونسائي، محمد سعد عمل شخصيه نسائيه مثلا في الكوميديا عملها هايله لما عمل خالته قطاطه دي ولا جدته قطاطه. المرحوم علاء ولي الدين، علاء ولي الدين لما عمل فيلم الناظر عمل امه، عمل شخصية كوميدية رهيبة. فاحنا الورق خدمه وهو خدم نفسه، علاء كان بيذاكر الدور وكان يخش على المخرج. هو عامل ثلاث ادوار، عامل الاب والابن والام. فكان بيتكلم مع كان بيتكلم مع استاذ مجدي الهواري ان هو كل مرة بيخش عليه بمشية معينة عشان يتأكد ان الدور ده كده صح ولا لا، يعني قاعد يراجع ويذاكر والكلام ده كله. يعني هو يعني علاء ولي الدين تحديدا كمان فنان مميز جدا فقدناه برحيله المبكر، لكن اعماله برضو ما زالت موجوده معانا. استاذ احمد عبد الغني الكاتب الساخر، شكرا جزيلا على وجودك معانا ويوم سعيد. شكرا لكم ويوم سعيد لكم جميعا ان شاء الله. شكرا.